حشمانه منكم. ما عرفتش علاش كنحس بحال باغي نهضر مع شي ناس برانيين، قلبي كيضرب مستريسيا، كنحس براسي مستريسيا. نور اليوتيوب، نور اليوتيوب. اكثر من عام، تبع عام وربع شهور ما حطيت شي فيديو في يوتيوب. نحط لي شورت مره ما كنحطش لي فيديو، ما عارفه شنو نقول، ما عارفهش منين نبدا. باي ذا واي العنوان اللي في الفيديو بصح، انا اخذتكم معايا في دراب صداق ديالي المتواضع، ولكن قلت ما يمكنش انني نجي نوريكم دراب صداق، خصوصا انني انا غير صورت لقطات منه وما صورتش داكشي اكزاكت البدايه والنهايه، حيت ما كنتش معوله باش غنحطو. كنت كنقول خليتها من بعد. مع العلم اكثر من شي 3 شهور وانا كنقول غنرجع اليوتيوب، صورت فيديوهات، قديت افكار وما بوستيتهمش، فقلت خليني نرجع لكم بالفرحة والنشاط ونبدأ صفحة جديدة بجوج، وإن شاء الله ما تكونش شي حاجة اللي غنقطعها يوتيوب، شي حاجة اللي كتعجبني. فما نهربوش على الموضوع بزاف، حتى الفيديو اللي من مورا هذا وتعرفوني فيني أنا، لكن دابا بدكم معايا بضرب صداع. مرحلة جديدة في الحياة ديال أي بنت اللي كتمنى أنها تدوز زوينة، دازت عندي كاملة عراقيل بلا ما نخليكم في التفاصيل. غادي ناخدكم معايا غير في شوية كشي كيفاش طرا ولا كيفاش داز نهار ديال درب صداق ديالي لي بصح كلشي جا على خفله. كي طالي غادي نلبس ما جبتها حتى الليله قبل، حتى عندي درب صداق ويلا جبت تكسيطه من عند الخياطه، يلا غدا للدار مع الليل وطيافر مازال ما وجدوش، حيت كنت حاطاهم كيتخيطوا في طنجه وما كنتش عارفه بلي هذيك التكشيطه انا اللي غادي نلبسها، انا اول وحده غادي نلبسها. كنخيطها للكليانات ديالي، الناس اللي ما عارفينش فراه عندي بروجي ديال تنكفت اللي هو ارسال باغاديس، نخلي لكم الكونت هنايا، كاين انستغرام وتيك توك ديالو اللي فيه كلشي. الصاله اللي غنديروا فيها المناسبه شوفوا كيف كانت، ما دخلت للدار شوف جدا صدر قلت لك بلا ما تخرجوا دابا هاد الناموسيه كنت مضوضه هنايا. اما الصباح ديال داك النهار الدنيا باقا مروسه بحات فاسكه حيت الليل كامل وهي الشتا كطيح. هادي هي الصاله ديالنا اللي غادي يكون فيها ان شاء الله دراب صداق. نورمالمون كنت ناويه نجلس هنا باش يبقى لي سباس هنايا، لكن حيت عندنا مقشر فقررت نجلس هنا في الوسط، والناس يكونوا هنا وهنا والطواب اللي يكونوا هنا امداح يكونوا هنا. المهم دابا يلا تريتور جا بدا جالس كيحط داكشي ديالو صافي. شفت هاد اللعيبه عجبتني فصوبت بحالها في بيتنا عروس، بغيت زعما نعلقها في الباب. شوفوا لي الباب عندنا كيف داير، ما غيجي لا الفيديو لا التصويره لا حتى شي حاجه. أبصر خويا يبقى واقف على هكا، نديروها في الباب الاخر ولكن الباب الاخر ديال الحديد شفتو ما غاديش تجي فيه. واو سلام بونجور، ما كنتش فراسنا صافي تقبلنا الواقع وغادي يوثقها اخويا هنا. ولكن عبد الصمد تحطها مقاده عندك، ما تحطهاش مقاده حيت سكوتش مره وحده ما كيبقاش يصدق. تمك صافي الباب مشى في هذاك الشويه اللي بقى في الباب يترس دابا غادي يمشي صافي. ايه حقا قبل وريتكم القش ديالي، القش خفان ضربان بالزربه، من الحمد لله بعدا طلع زوين شفتو. وهذه هي الصاله من بعد ما تقادوا فيها لي طابل، كاينين غير جوج ديال لي طابل حيت دايرين داكشي اون فامي بروش عرفتي شناهو داكشي قليل، يعني كاينين غير ثلاثة دعمامي وجوج خوالي صافي، داكشي زعما قليل بزاف. وفي هاد الأثناء كانوا حتى الأمدح حتى هما جاو وكيقادو الماتيريال ديالهم. جات الوقيته باش نلبس تكشيطة، يلا تخيطة جديدة سلام كان من التكشيطة اللي يلا تخيطات عليها، ما كنتش عارفة راسي باش كنت غنخيط فيها بلي أنا اللي غنلبسها أول وحدة. المهم هي هادي بيان سيغ من عندي أرسال باغاديس أحسن كف في العالم، بكثرت باش تعرفوا بلي راه مازال جديده مازال مخيطانه وجهات شي كلشي بالزربه، مازال الطقم ديالها مازال ما خديناش. فدابا جبت معايا جوج الاطقم بيضين عاد نختار منهم باش نشوفوا شكون اللي غادي يجي معاه. انترا خرجت للباركو باش نوريكم شنو لابسه، باش نوريكم شنو ماكاينش داكشي باش تشوفوا اللوك كامل من ان شاء الله نكون بارزه. كانت تكشيطه هكا معها السلهم ديالها، درت معها هاد الطقم كيف كتشوفوا هكا وهكا، وغير خيط الريح هنايا ما درتش التاج ان شاء الله حتى العرس الا كتب يا ربي. والتكشيطه طلعت فنه كيف ما كنت كنتخيلها، تخيلوا كنت كنتخيلها على شي عروسه
الحمد لله. كتاب انني لبسها انا فيها العماره حتى في الظهر وصافي. دابا ملي يجي العريس ندير لكم النهارده هكا اللي مبوك. ما عنديش منين نصور. ياخ ياخ حد اكتشفت عقلتوا على هاد البلاصه هي مات كورونا. المهم ما عنديش كيفاش نصور لكم النهارده هكا اللي مبوك. حيت كان هنايا مازال ما جاش العريس فقلنا نستغلوا الفرصه وناخذوا هكا دي فوتو دي فيديو نقدر نبوستيهم في انستغرام ولا في تيك توك. فبدينا كنصوروا. خديجه مسكينه فوتوغراف النجوم تبارك الله ما شاء الله عليها دارت معايا الخاطر. ماشي نقول لكم وجدنا مكياج درنا لباس لبسنا خيطو جا الامداح جاو فوتوغراف جا صورنا لي شوت جاولنا والعريس مازال ما وصل. عيطوا لي العريس شوفوا فين هو شوفوا الراجل فين هو مازال ما وصل كلشي كاين. الراجل اصلا ما دايرينش بزاف كاينين غير عمامي ويعني راه شفتو كاينين غير جوج ديال لي طاب يعني داكشي غير بسيط صغير عادي واخا هكاك وتعطو. ايوا واش ماشي نقول لكم ما بغيتش نتعصب حيت عروسه زعما وباش يلطفوا شويه الجو حيت بزاف الاحداث طراو من مورا هذا الفيديو فالامداح بداو كيقراو شويه القران. وكفى بالله الشهيد محمد رسول وفي وسط هاد الفرحة كاملة فرمشة عين. إن شاء الله كل شيء يدوز بخير وعلى خير. غسل لي المكياج الحمد لله. أنا ما كنت سرق ديالي وقف لي قدر الله ما شاء فعل بس حوايجي. العريس دارو كسيدة في الطريق الحمد لله الحمد لله حيت لباس عليا باش مبقاش متقلا به وصافي بلا ما نهضر بلا ما نهضر. ومن بعد شي ثلاثة السوايع ولا أكثر عاد باش قرب العريس للدار وعيط لينا وعاد عاود تلبست. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرب الفلق بشر ما خلق بشر غاسق إذا وقب بشر حاسد إذا حسد بشر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم صلاة تجاه الناس ملك الناس إله الناس محمد رسول الخميس الذي يسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قلنا لنصرها قلنا فهب النظر هلت دمع ناطق محبوب شمال يسترها عاود تلبس عاود الحمد لله الحمد لله. انا خديتكم معايا في الكواليس ما بغيتش نصور هادشي ما نصورش ما تعرفوش صافي كلشي يدوز هذاك موراها جا مولاي السلطان. يا لالا 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 يا لال
وصلت اللحظة الحاسمة فيني مرة واحدة لكن كتبقى طول العمر وهنا كان واحد السكوت غريب جدا كل شي ساكت ومن مورا ما سينا هو جات نوبة جري باش نسيني كتكتبو السمية ديالكم والكنية وكتساوني وما يمكنش واحد الخلعة كانت فيا ومع استخاس ديال النهار كامل زيد على هذاك الشيء ما عرفتش عرفتي لي لحظة الشيطان ولد الحرام كان كيقول لي ياك ما هادشي اللي طرا علامات ياك ما خصك تحبسيهاش مديوش عليا ولكن نقول لكم الصراحه نقول لكم كلشي كيتسحب ليا نسينيوه في ورقه واحده بقينا كنسينيو هذيك ديالو وهادو اللي كنسينيو فيهم دابا هما العقد اللي كيبقى عندكم يا سيدا تنو صلوح علي وسلم مسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين داكشي بالزربه حيت كلشي كان كيتسنى غير العريس يجي سنينا طا 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 سال النهار دابا الخيطه ديال العشاء اتني خرجت من قلبي نتفكر دابا الاحداث ديال داك النهار باي ذا واي راه دات بزاف الوقت على دري بالصدق وهاد الوقيته اللي كنسجل لكم فيها انا الفيديو قررت باش انا نبارطاجي كنت كنقول لا ما غاديش نبارطاجي كاع شويه قلت حيد وكاين بزاف الحوايج طراو العائله ديالي تنقولهم لكم من بعد في شي فيديو واحد اخر ولا في شي ستوري تايم في تيك توك
وصافي هادشي اللي كاين. كنتو لا تكونوا فرحتوا معايا كيف ما انايا فرحت، كنفرح دابا، اما باش داك النهار ما نكتبش عليكم كيفاش داز وتخواجو اللي من موراه كيفاش دازو وهداك الشيء شهر كامل. يا سلام عليه، الحمد لله على كل حال كيف ما كنقول دائما وابدا. فبيكم فلاش اليوتيوب ديالي عاود مره واحده اخرى، نتسنى التعليقات ديالكم تفرحوا معايا فيهم، ونتسنى لي كومونتير ديالكم الزوينين اللي كنت مولفاهم شحال هادي، واخا عارفه راسي دابا ملي رجعت اليوتيوب ماشي يعني بيان سور بحال غادي نبدا من الاول، ولكن ماشي مشكل عادي عادي، مولفين كنطيحو كنعاودو نوضو. كنكون وصلنا نهاية الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم ونكون خديتكم معايا في الأجواء ديال النهار ديالي. تسناو فيديوهات واحد آخرين يكونوا متنوعين إن شاء الله، جايين غنبارطاجي معاكم حياتي، الشي اللي بغيت نبارطاجي كيف العادة، محتوى ترفيهي. نقول لكم باي باي.